مدفوعة بعقوبات أمريكية، هذا هو العنوان العام أو التفسير الأبرز لأزمة أسعار الصرف التي أخذت تخرج عن سيطرة الحكومة، فيما قرائن بثاقي جولة تظاهرات جديدة خيار أو احتمال قريب الوقوع. تتعدد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فمنها تتعلق بتأثير العقوبات الأمريكية على بعض المصارف، وأخرى تأتي ضمن إطار التلاعب والتهريب وبيع العملة بالسوق الموازية خارج سيطرة الحكومة. المواطنون لا سيما أصحاب الدخل المحدود يشتكون من أزمة معيشية واقتصادية صعبة. طبعا الارتفاع المخيف بسعر صرف الدولار حاليا تأثيره على المواطن العراقي وخصوصا الطبقة الفقيرة تأثيرات مخيفة. حاليا الموظف اللي راتبه 800 دولار قل، أصبح قيمته ما يقارب 600 دولار، ميزانيته اختلفت، السلع أصبحت غالية جدا على المواطن العراقي، يعني ما يقدر يدبر قوته اليومي. فتحت أبواب لتجار العملة والسراق والفاسدين بالتلاعب والاستفادة من هذه الأزمة، يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. وترجح بعض التحليلات أن ارتفاع سعر الصرف هو محفز لعودة التظاهرات إلى الشارع مجدداً إثر انعكاس انخفاض قيمة العملة المحلية على أسعار السوق بشكل جنوني وفقاً لاقتصاديين. إلا أن هذا الوضع صعود ونزول العملة سبب إرباك للبلد للأسواق، شلل، أصبح هنالك شلل واضح في عملية التجارة بيعا وشراء، وحتى الديون الآن صعوبة تستوفى من قبل المستفيدين من هذه العملية. هنالك ضوابط يجب، ضوابط ثابتة في عملية الاستقرار. أولا يجب أن تكون عملية بيع العملة وفق آلية سابقا كانت ناجحة. وتعيش الحكومة الحالية اختبارا عسيرا في ظل أزمة ارتفاع سعر الصرف وإلحاح العراقيين بتخفيضه بسبب اشتعال أسعار المواد الاستهلاكية في السوق. مرة أخرى وبدون سابق إنذار، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء، ما تسبب في اضطراب الحركة الاقتصادية في البلاد، وذلك أثر العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد.